يعني ممكن ايه ممكن ليش لا، بس يعني ما في شيء يعني الجمال لحاله ما بدوم اكيد. واذا ما كنتي انت اذا ما كنتي او كنت ممثل جيد او عم تحاول قدر الامكان تطلع باحسن صوره او تكون حقيقي وتشتغل على تفاصيل شخصيتك، فاصلا ببطل حدا يشوفك حلوه. يعني بعتقد الكاريزما اهم من الجمال. يعني انا بالذات بلشت بدور ما كان له علاقه بالجمال. يعني انا بلشت بعروس بيروت بعد ما تخرجت مع ام بي سي بدور صغير، وكنا بنشتغل بالمطبخ، بس تدريجيا وشوي شوي بقول هي الحمد لله اكيد لانه تعلمت، يعني تجربه بعد تجربه تعلمت، قدرت اليوم اعمل هي الشخصيه وانا واثقه ومرتاحه، وان شاء الله تنال اعجاب الناس. شوفي هلا انا بنت هي الاعمال المعربه، فما يعني شو ما جاوبت رح يرجع جوابي الاعمال المعربه، لانه انا يعني هي الاكثر تجربه اللي عملته هو كان بالاعمال المعربه. كل عمل له ميزته، وكل يعني انت وقت اللي بتصوري بسوريا في لها ميزه اكيد التصوير، وفي لها جوانب ايجابيه، ولا بلبنان، ولا ان شاء الله لبعدين اذا قدرت وصورت بمصر، كل تجربه مختلفه عن الثانيه، وما بعتقد في شيء بيشبه شيء. يعني وين ما انت بتلاقي حالك كممثله والدور بيغريكي وبيحسسك انه هذا الدور بدي اعمله بحب، لازم تروحي. بحب الدراما المصريه عموما، وبعتبرها يعني دراما مهمه، دائما فيها شيء جديد، ودائما عندهم روح حلوه. بحب اشتغل مع احمد عز،